السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. أول شيء بدي أتشكركم كتير 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 على الدعم اللي عم تدعموني، وبدي أتشكر كل الناس اللي اشتركت جديدة كمان بقناتي، والحمد لله بفضل رب العالمين ثم فضلكم القناة الحمد لله عم تكتر مشتركينا وعم تزيد وعم تكبر إن شاء الله يوم بعد يوم. وطبعا انا مالي غنى عن دعمكم، وبتمنى انكم تضلكم عم تدعموني، وكل مين عم يشوف فيديو هلا جديد كمان بتمنى انك تدعمني او تدعميني حتى تكبر القناة اكثر واكثر ان شاء الله. اليوم رح احكي عن موضوع كتير مهم، برنامج بتنزله عندك على الموبايل او بتنزليه عندك على الموبايل. انا رح احكي بالعامية، تمام؟ ما رح احدد يعني ذكر او انثى، فرح احكي بالعامية. فبرنامج بتنزله عندك بالموبايل بيساعدك انه انت وقت اللي تنزل الفيديو تبعك على قناتك انت بدك تعرف كيف تختار له اسم. يعني ما فينا نجي والله مثلا نقول احنا نختار اسم للفيديو حي الله اسم، لا، في كلمات مفتاحية لحتى انك حتى انه تساعد انه الفيديو تبعك يظهر بعلامات البحث تبع كل المواقع، مثلا جوجل، جوجل كروم، يوتيوب. ففي كلمات مفتاحية لازم تنحط على الفيديو مشان تظهر بالبحث، تمام؟ فأنا اليوم رح أورجيكم برنامج بيساعدكم بهي النقطة، إنه أنتم مثلا وقت كنت تحطوا فيديو على قناتكم شو الاسم اللي لازم تحطوه على الفيديو الصحيح مشان يطلع بمحركات البحث بكل المواقع، تمام؟ فهي شغلة. وشغلة تانية رح أورجيكم أنا هلأ كيف البرنامج نحسن نستعمله وكيف نقدر نستفاد منه قدر الإمكان، تمام؟ هلأ خلينا نروح نشوف البرنامج. يلا هلأ البرنامج هذا هو اسمه تاج يو، بتفوتوا على سوق بلاي، تمام؟ أو اللي عنده آيفون بفوت على الأبل ستور بتكتبوا تاج يو، أي إشارة البرنامج، تمام؟ بتنزلوه عندكم على الموبايل. بعد ما بتنزلوه بنفتح على البرنامج. هلا بعد ما فتحنا على البرنامج بيعطيني هي اللائحة مثل ما لكم شايفين هون، تمام؟ اللائحة موجودة عندنا هون، مثلا اول كلمة اقتراح كلمة رئيسية، تمام؟ تاني واحدة احصل على علامات من الفيديو ORL اللي هو الروابط، تمام؟ يعني هلا بشرح لكم اياها. دراسة الخصم، تمام؟ بناء روابط، اذا بدك تعمل رابط خصوصي فيك بقناتك او خصوصي بشيء انت معين بدك تعمله. بس انا راح احكي هلا عن ثلاث نقاط، راح احكي عن واحدة تنتين ثلاثة، هدول ثلاث نقاط راح احكي عنه، تمام؟ هلا عنا اول واحدة، مثلا مثل ما قلت لكم انا بدي الفيديوهات تبعي تطلع على محركات البحث اللي على جوجل ولا جوجل كروم ولا يوتيوب ولا مواقع تانية، تمام؟ ففي كلمات مفتاحية لازم الواحد يحطها بالفيديو وترفعه عنده على القناة. هاي الكلمات المفتاحية كتير كتير مهمة، بتساعد انه حدا يعمل بحث على فيديو معين يطلع الفيديو تبعك بمحركات البحث. يعني ما فينا نحط اي كلمة مثلا على كيفنا، والله انا خطر على بالي مثلا انه عم بعمل فيديو عن الطبخ، مثلا انه والله اكتب اسم الفيديو، اسم الفيديو اليوم طبخنا كوسة بلبن، شاهدوا أكلة الكوسة بلبن، ما بيمشي الحال، تمام؟ ففي كلمات معينة لازم تنكتب وتنحط على الفيديو، واسم الفيديو الكلمات المفتاحية تبع الفيديو، تمام؟ هلأ رح نبلش. أول واحدة مثلا رح نفوت على كلمة اقتراح كلمة رئيسية، حنفوت عليها يطلع لنا هيك. هلا نحن لازم هون مثل ما شايفين مكتوب عنه هون استعلام الادخال الى اختيار، هون بكبس عليها لازم حط الكلمة. مثلا انا شو بدي، مثلا انا عم بعمل فيديو مثلا افترض عن قصص الاطفال قبل النوم، فوتوا على القناة عندي يشوفون قصص كتير حلوة للولاد قبل ما يناموا ويسمعون حلوين، راح اكتب مثلا قصص اطفال قبل النوم. هلا بس اعمل هيك بكبس على كلمة التحقق من، بكبس عليها.
مثل ما كن شايفين طلع لي بالبحث هدول الكلمات. هلأ شو معنات هدول الكلمات؟ معنات هدول الكلمات انه هدول الكلمات يلي بتجي نظامية على كل محركات البحث بالانترنت. يعني انا مثلا بدي اعمل هلأ مثلا فيديو عن القصص، لازم اكتب هدول العبارات، لانه هدول العبارات وتفوت حدا يعمل بحث على قصص اطفال بيطلعوا هدول العبارات، هدول العبارات المعترف عليها والكلمات المفتاحية للمحركات تبع البحث. تمام؟ يعني مثل ما كنت شايفين حطيت له انا قصص اطفال قبل النوم، اعطاني شو لازم اكتب. هون عنا مثلا قصص اطفال قبل النوم، قصص اطفال قبل النوم قصيرة جدا، قصص يعني شايفين قصص اطفال قبل النوم باللغة العربية الفصحى. هدول الكلمات انا لازم ساعتها استعملهم على اسم الفيديو اللي بدي اعرضه عندي على القناة. تمام؟ بختار انا مثلا واحد منهم وبحط الاسم بدي اياه وبعدل عليه تعديل بسيط ما في مشكلة. انا مثلا حبيت مثلا هي عنا قصص اطفال قبل النوم، تمام، قصص اطفال قبل النوم، وبامكاني مثلا نضيف قدامه شخطة شو اسم القصة، مثلا قصة ليلى والذئب، قصة الارنب، قصة السلحفاة والارنب، نضيف عليها الشغلات ما في مشكلة، بس محركات البحث بتلاقي هي الكلمات. تمام؟ هي شغلة. نرجع لورا، اتفقنا انه هي كلمة اقتراح كلمة رئيسية. انتو شو الفيديو اللي بتكون تنزلوه عن اي شيء بيحكي عن طبخ، عن اي، بتكتبوا شو اول كلمتين من الفيديو بتكون تحطوه، بتعملوا له بحث بيعطيكم الكلمات المقترحة اللي بتطلع بمحركات البحث. تمام؟ هي خلصنا من واحدة. عنا الثانية، لنفترض مثلا دراسة الخصم. دراسة الخصم شو معناتها؟ انه انت بدك تعمل فيديو قصص اطفال، تمام؟ بدك تكتب هاي الكلمة انت هلا وتشوف الناس شو عامل فيديوهات عن هالشيء هذا، شو حاطين كلمات. هنفوت عليها كمان، بنحط على هون قصص اطفال، نشوف شو بيطلع لنا هلا، بنقول له التحقق من. تمام، هلا مثل ما كن شايفين طلع لنا هون انه في حدا حاطط، هي هون في عنا هون حدا حاطط الاميره ميراندا والامير البطل، كاتب هي العبارات. تمام، بس هو العبارات اللي بتيجي صحيحه مثلا هدول اللي محطوطين تحت، شايفين قصه الملك والملكه، حكايه خرافيه عربيه، حكايه، اول شيء فيلم انيميشن. تمام، ف هي الكلمات اللي لازم انه تنكتب لهيك قصص مشان تطلع بمحركات البحث. تمام، بس هلا هو مو كاتب شيء من هالكلمات، هي هو اللي كاتبه الأميرة ميرندا والأمير البطل، بس هذا الفيديو متصدر يعني البحث باليوتيوب. نشوف مثلا عنا فيديو تاني، شايفين عنا هون 3-4 خطوط، 1-2-3-4-5، نقلب على اللي بعده، في هون قصة تانية مثلا الضفدع الملك والثعبان. تمام، هون عنا كاتب هو الضفدع الملك والثعبان، كاتب بالإنجليزي كمان، بالإضافة إنه هون حاطي لك المقترحات اللي هو شو لازم تكتب بالفيديو لحتى يطلع بمحركات البحث. هاي فيديو تاني كمان، زاد الحكايات، قصص أطفال، قصص قبل النوم، لا كمان شايفين هذول الناس يلي الفيديوهات تبعهم متصدرة باليوتيوب وعم يشاهدها العالم. تمام، فهي الكلمات اللي هي موجودة. أوكي، اتفقنا على هاي. نرجع عنا هلأ احصل على علامات من الفيديو ORL اللي هو الكلمات المفتاحية او الروابط. تمام، كيف يعني؟ هلأ رح نفوت لحنا على هاي، نكبس عليها. هلأ مثل ما كن شايفين فتنا على هاي، عم يقلنا هون انه الصق رابط اليوتيوب الخاص بكوانكور فوق الاختيار. شو معناتها الحكي؟ رح اورجيكم شو معناتها الحكي. هلأ بنطلع من هون، بنفوت على اليوتيوب، هاي اليوتيوب انا فاتح على قناتي. تمام، هاي قناتي، لنفترض انا راح افوت على فيديو، وين الفيديو؟ لنفترض هذا الفيديو مثلا، هذا الفيديو، نكبس هون 3 نقاط كل ما كن شايفين. تمام، بعدين بنعمل مشاركة، بننسخ الرابط، نعمل له نسخ للرابط، هاي نسخ، وبنرجع على برنامجنا يلي هو تاج يو. هون نعمل له لصق للرابط اللي انا اخذته من هنيك من الفيديو، بعمل له لصق هون، بعمل له بعدين التحقق من.
شايفين بعد ما عملت له التحقق من شو عطاني شو شو عطاني. تعلم اللغة الألمانية بسهولة، تعلم اللغة الألمانية، تعلم اللغة الألمانية أتسوي، تعلم هاي الكلمات المفتاحية يلي أنا حاططها على الفيديو هذا. شو المعنى بهذا الحكي؟ المعنى أنه أنت أي فيديو بتشوفه على اليوتيوب حابب أنك تعرف هذا الفيديو صاحبه شو الكلمات المفتاحية يلي حطها على هذا الفيديو، تمام؟ فأنت بدك تشوف الكلمات المفتاحية مثلا على هذا الفيديو، تعمل هي الطريقة اللي أنا قلت لكم عليها. بتفوت على الفيديو، بتنسخ الرابط، بتجيب الرابط بتحطه بعد ما تنسخه، بتعمله التحقق من، يعطيك هي اسم الفيديو وهي الكلمات المفتاحية يلي محطوطة بالفيديو يلي موجود عندي على القناة، تمام؟ يعني عرفنا شو نظام هي اللي فتنا عليها. أوريكم إياها أرجع، اللي هي هي احصل على علامات من الفيديو اللي هو الرابط تبع الفيديو، تمام؟ تكبسوا عليها، تجيبوا الرابط تنسخوه هون، هي نسخته لصق تحقق من، يفتح لك الفيديو يلي موجود عنا هون، تمام؟ هذا الفيديو اللي فتحه لكم، هي كل شيء أنا مزبوط، هي كل شيء كلمات مفتاحية أنا حاطها عندي هون بالقناة، تمام؟ على الفيديو عفوا. هي الفكرة اللي هي الثالثة. فنحن حكينا اليوم عن 1 2 3، هذول 3 أفكار مهمين جدا جدا، وبصراحة أنا بنصح كل الناس إنه تفوت وتستعمل هذا الشيء وتحط كلمات للفيديو، كلمات مفتاحية للفيديو يلي بدها تنزله عندها على القناة، مشان يساعد بوجود هذا الفيديو بمحركات البحث، تمام؟ هاي فكرة كتير كتير جيدة، وبصراحة كمان البرنامج كتير ممتاز، وهي شغلة ظريفة يعني إنه نعرف إحنا شو الكلمات اللي لازم نحطها على الفيديو لحتى تساعدنا إنه تظهر الفيديوهات تبعنا بمحركات البحث، تمام اخواتي؟ هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الشرح، وان شاء الله تستفادوا منه للبرنامج، وان شاء الله كل اللي عم يشوفوا هالفيديو هذا يوصلوا ان شاء الله للمليون، وانا واحد منهم باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتعملوا لنا لايك وتتابعوا القناة، عندي في عندي كتير شغلات، في كتير فيديوهات ان شاء الله ممكن تستفادوا منها. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.